هل تعلم أن صلاتك على رسول الله عليه الصلاة والسلام ستكون سبباً لأن يعرض اسمك أنت بين يديه عليه الصلاة والسلام؟ فأكثر من الصلاة والسلام عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل